أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة معكم كما العادة حاتم المراهق. بلا ما أعطلكمش، حلقة اليوم فيها موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول، كيفاش المغاربة مازال كيتعاملوا بحسن نية مع الجزائريين، وغنشوفوا التصريحات الخطيرة ديال الوزير ديال الرياضة السابق في الجزائر، وكيفاش رد عليه واحد مسؤول مغربي في الرياضة هو رئيس واحد الكونفدرالية مغربية، وهو الشخص اللي نعتو هذاك وزير الرياضة السابق بأنه أشد خطورة على الجزائر من فوزي القجع. غنشوفوا هذه القضيه هذه كامله في الجزء الاول. الجزء الثاني غنفشوا لهم الرويضه او غنفشوا لهم البناوات ديال داكشي ديال تصنيع السيارات. الوزير ديال الصناعه الجزائري هذاك اللي قنوفتهم دابزه مع نيفو، هذاك خرج بواحد القنبله نوويه قال لهم غنفوتوا المغرب في تصدير السيارات. غنفشوا لهم هذه الرويضه عاوتاني بكل حرفيه وبكل اتقان ودائما مع سكانر ديال حاتم المرابط البق ما يزعق. الوزير الجزائري قبل ان يتولى هذه الحقيبه صحيح كان صديقا لنا، وكانت لنا معه علاقة قوية جدا. شخصية الوزير ما قبل أن يتولى الحقيبة ليست هي شخصية تولي الحقيبة وما بعد الحقيبة، وكأنه يعني حقنا بواحد الحقنة ديال العداء وديال الكلام ديال عقيدة العداء ضد التميز المغربي وضد التفوق المغربي وضد شخصية فوزي القجع الذي نفتخر به، والذي يعتبر رمزا من رموز التدبير الريادي، والذي يعتبر أحد الذين أبلوا البلاء الحسن في هذا التميز القاري والعالمي. ما أثارني حقيقة أولا ليس الكلام الذي نطقه بخصوص شخصي، وقال يعني أن رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة هو أكثر خطورة من القجع وأكثر ضراوة من القجع في حق الجزائر، يعني هذا الكلام هو يعني كلام مجانب للصواب. أنا لست الأخطر من القجع على مستوى الأداء الاحترافي لهذه الشخصية الفدة، ولست أكثر ضراوة من القجع بخصوص عمله المعطاء، ولكن ما أثارني أكثر أن هذا الشخص عندما يتحدث عن التاريخ بالزور، يعني مثلما يزورون المعطيات التاريخية على المستوى الرسمي، انتقل هذا الرجل الى ان يزور تاريخ تولي عبد ربه كمغربي. هذا هو المسؤول المغربي فؤاد مسكوت اللي قال عليه هذاك وزير الرياضه السابق الجزائري، قال بانه هو اشد خطوره على الجزائر من فوزي القجع. صراحه شخصيا ما كنتش كنعرفو، وهو بالمناسبه رئيس الكونفدراليه الافريقيه للمصارعه. اللي ثار الانتباه ديالي في التصريح ديالو الاول هو انه هذا المسؤول المغربي في الكونفدراليه الافريقيه للمصارعه مستغرب من كيفاش تحول هذاك الشخص اللي كان الصديق ديالو من قبل وكان تيجي عندهم جديده وغتعرفوا بزاف الامور على هذه النقطه هذه، وكيفاش تحول الى العداء الى المغرب. وهنا هذه النقطه هذه مهمه بزاف لبعض المغاربه اللي مازال مقصحين راسهم ومازال ما بغاوش يستوعبوا بانه الشعب الجزائري هو كيف ما تنقولوا هو الزرع اللي كينبت ومن بعد كيتحول الى كبران او الى وزير يهاجم المغرب او الى اعلامي يهاجم المغرب. هذوك الكابرانات منين طاحوا من السماء وجهوا من الفلبين، راهم هما الشعب الجزائري. هذاك الاعلامي اللي كيهاجم المغرب وكيقذف الاعراض ديال المغرب والشرف ديال المغربيات منين جا؟ راه جا من الشعب الجزائري. كيف ما هذا الوزير اللي هذا المسؤول المغربي مستغرب ومتفاجئ كيفاش تحول وكيفاش تبدل وكيفاش ولا زومبي تا هو، هذه القضيه هذه ما خصهاش تفاجئ المغاربه. اي تعامل ديال اي مغربي مع اي واحد في الجزائر في الشعب الجزائري خاصو يدير بالاعتبار ديالو، لان هذاك الشخص ممكن يتحول ويولي تا هو زومبي، يعني تا هو ممكن يتحول ويولي اشد كره للمغرب، بحال شنقريحه، بحال كدبون، بحال بخروبه، بحال ايتها الناس. دابا داك الجزائري قبل ما يولي وزير ديال الرياضه وقبل ما يخرج اعلاميا غير مؤخرا، لانه خاصكم تعرفوا واحد النقطه، هذا الوزير ديال الرياضه السابق الفاشل اللي سميتو البرناوي ولا النبراوي، انا ما كنتش كنعرفو صراحه، راه دوز كوزير فقط 10 اشهر من بعد جراو عليه، لانه فاشل على كل الاصعده وعندو غير الشعبويه. ولاو تيخرجوا مؤخرا لان شافوا فيه بانه تيعرف يهاجم المغرب وعندو مستقبل، وماشي بعيد يعطيو عاوتاني شي حقيبه غير فقط لانه يهاجم المغرب. بالمناسبه هاد النبراوي هذا اللي بدا تيقول لهم سبتو مليليا نديروها في القميص وداك التخربيق ديالهم، هاد النبراوي هذا الا بغيتونا نديرو عليه شي حلقه ديال زعزع كيف ما كنا كنديرو شحال هادي، راه ممكن، حيت هو هاد الشخصيه هادي في مدار يعني ماده دسمه، وممكن ندير لكم حلقه ديال زعزع فيها تقريبا 45 دقيقه حتى لساعه على هذا الشخص هذا ونبندرو مزيان. ولكن عندي لكم طلب، وصلوا هذه الحلقه هذه 10 الاف لايك وندير معكم حلقه زعزع
على داك الوزير ديال الرياضة السابق، إلا ما وصلتوهاش غنفهم بأنكم غير مهتمين وبأنه مجرد نكرة وما غنتكلموش عليه. لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تفوه بكلام كله كذب وكله إساءة للجزائريين، لبعض الأشخاص الجزائريين، قبل أن يسيء إلى من يتولون المهمة ويحذر منهم. هو هذا إعلان حرب ضد رئاستنا لمنصب الرئاسة بالكونفدرالية الإفريقية. الكذب أولا، قال بأن الجزائر ترأست الكونفدرالية الإفريقية لثلاث عهد، والعهد هي الولايات. هذا كذب، افتراء. لم يسبق لجزائري أن ترأس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة أبدا منذ تاريخ الميلاد، عندما تأسست في 1969، يعني الميلاد ديالي أنا، يلا تزت الميلاد ديال الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة فوق أرض المملكة المغربية، والحاج حميد العوفير الرئيس ديالنا التاريخي هو الرئيس. يعني هذا افتراء على التاريخ، لم يسبق لأي جزائري أن تولى رئاسة الكونفدرالية الإفريقية. اختلطت عليه المعطيات، وممكن أن لا أدري ما الذي أعمى بصيرته، فهل السوداوية أصبحت تعمر قلبه لكي ينطق هذا الكلام فيه البوتان وفيه الزوير، زوير التاريخ. إذن لم يصب الوزير الجزائري بخصوص هذا المعطى الأول اللي فيه الزوير. ثانيا، أنه افترى في 2014، يعني السنة التي سأتولى فيها الرئاسة في الجامينا بالتشاد، كان الأمين العام لمدة 28 سنة أمين عام، هو الشخص الذي يتحدث عنه جزائري الجنسية، لم يمنع من الترشح، لم يمنع أبدا، كان مرشح ترشيح حقيقي. والجزائري الذي ترشح ضده على المنصب من ذات البلد هو المرحوم شباح رباح. هذا الرجل صديقك، ذكرته وهو تحت الثرى، مات في كوفيد ونحن بكينا لأجله، ولم تقل حتى رحمة الله عليه، وتحدثت عنه كأنه نكرة. هو كان آنذاك ومن حقه الطموح، وكان في لائحتي أنا، وفعلا نجح معي وأصبح أمينا عاما لأنه حافظ على المنصب الذي كان مهدد أن يذهب على الجزائر. وكان في التشكيلة ديال الأغلبية ديال عبد ربيه في 2014. إذن هذا كذب لوزير الرياضة الجزائري السابق. يعني حشومة، عيب أن تكون هذا الافتراء على التاريخ. ثانيا، دابا هذا هو المشكل الحقيقي اللي كنعيشوه في المغرب. مازال الناس مازال كيتعاملوا مع الجزائريين بحسن نيه، مازال المغاربه في الكونفدراليات وفي بزاف الجمعيات وبزاف التحالفات وبزاف المنتديات العالميه، مازال المغاربه كيساعدوا الجزائري، وكأن هذاك الجزائري غتلقى فيه الخير. وهو مثال اخر لبزاف ديال الامثله، منهم المثال ديال الدراجي، منهم بزاف ديال الامثله لا تعد ولا تحصى. مغاربه كيعاونوا الجزائريين، والجزائريين كيخونوهم وكينكروهم وكيتهجموا عليهم من الفوق. ها هو المسؤول، هذا المغربي عاون ماشي جزائري واحد، عاون بزاف الجزائريين، وفي الاخر الوزير الفاشل ديال الرياضه السابق اللي هو دابا الميسيون اللي عنده دابا، المهمه اللي عنده دابا، هو يخرج في المنابر الاعلاميه ويبدا يهاجم المروك 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 المروك. كانوا مهبطين عليه الريدو، كان حتى شي واحد ما كيهضر معاه، حتى شي واحد ما كيدير معاه شي روبورتاج. منين بدا كيتكلم على المغرب فجأة خرجوه، بداو تيعطيو المنابر والحلقات وكيستضافوه في كل القنوات تقريبا باش يهاجم المغرب. دابا راه عنده شي سيمانة ونص كل مرة يخرج يهاجم المغرب ويهاجم المسؤولين في المغرب. مرة أخرى، مازال المغاربة يا إما ما كتوصلهمش المعلومة، يا إما ما كيوصلهمش الصوت ديالنا، ولكن مازال المغاربة ما بغاوش يستوعبوا بأنه راه الناس ديال وجدة والناس ديال بركان والناس ديال الشرق راه تيقولوا الجزائري ما تخليش وراك ولو يكون ميت. راه خاصكم تعرفوا الحموله ديال المعنى ديال هذا المثال هذا، اللي ما تقالش في 1990 ولا في 2000 ولا في 2024. هذا المثال هذا تقال من عند جدودنا اللي كاينين في الشرق، يعني عارفينهم من ايامات فاش كانت فرنسا باغا تدخل المغرب، كانوا الجزائريين كيجيو وكيحاولوا يعاقدوا المعلومات ويدوزوا من الفرنسيس. من ايامات الجيش الفرنسي ملي كان تيبغي يدخل تيقدم لينا هذوك الحركي الجزائريين هما اللي كيحاربوا المغاربه، يعني هما عارفينهم خوانا وخوانا في الدم ومن شحال هذه الا من رحم ربي. تقريبا واحد نقول لكم بالتجربه ديالي واحد خمسه الناس ما كاملينش. فكنتمنوا من المسؤولين خاصه وحتى المواطن المغربي، بغيتي دير الخير دير الخير في اي جنسيه، ما ديرهاش غير في هذيك الجنسيه اللي هي كتعاديك، راه شار به العداء للمغرب. راه واخا ما يبينلكش في واحد الفتره معينه زمنيه، راه ما يبينلكش لانه كيدير معك التقيه، كيبين لك شي حوايج وحنا اخوت وحنا مزيانين وانا عزيز عليا المغرب وخاطينا بوليتيك. غير مثلا ها هو الوزير ديال الرياضه السابق خدا المنصب ديالو من بعد جراو عليه، وهم دابا احتاجوا ولاو تيخرجوا اعلاميا،
ها هو دابا نكر ليهم الجميل ديالهم، نكر ليهم المساعدات ديالهم وتيكذب. ها هو السيد دابا تيفضحو وتيكذب، قال لهم الجزائر ترأست الكونفدرالية ديال المصارعة، ما كاش منا، مجرد خرطي في خرطي. يعني الناس تيكذبو، منافقين. شنو بغينا منهم؟ علاش نعاونوهم؟ علاش نساعدوهم؟ كيفاش اليوم انت تجي تتكلم بهذه اللغه وفي التلفزه الاولى عندكم في الجزائر وتتكلم بالكذب والبهتان، ثم تنتقل عند فوزي القجاع، عند فؤاد مسكوت، وتقول انا انه اكثر خطوره من فوزي القجاع واكثر ضراوه من فوزي القجاع؟ علاش قلتي هذا الكلام؟ لانك خصك تفهم الحقيقه. الحقيقه انني انا شخصيا في اخر ولايه، والانتخابات في المغرب، 46 دوله افريقيه، 38 ديال الاغلبيه ديال فؤاد مسكوت، لتوجيه الثقه وتصريف الثقه لاتولى منصب رئاسه الكونفدراليه الافريقيه. الرئيس الحالي ديال اللي جا خلفا الشباح رباح، انا من هاتفته وانا من قلت له ترشح لتكون خلفا لاحد الاصدقاء، احد الاوفياء، احد المخلصين، واعطيته الاغلبيه المسانده في الموالاه ديال فؤاد مسكوت على مستوى افريقيا. 38 دوله انا اللي صرفتها باش تكون مصوته على الجزائري الحالي عندما تولى منصب رئاسه الاتحاديه الجزائريه للمصارعه. ما خصك تزور، نحن نتعامل بحسن نوايا، نتعاون مع الغير على الخير ومع الجار بحسن نية. كيفاش انت قبل ان تكون وزيرا كنت صديق؟ كنت كتبقى معايا انا 24 ساعة على 24 وانت في المرافقة ديالي، وانا ازور الجزائر الشقيقة كديليغي تكنيك او كاسبكتور، وتتذكر المحطة ديال تنظيم اول دورة اولمبية مؤهلة للالعاب الاولمبية في الجزائر، جيت انا مفتش دولي، تما كانت الجلسة مع براف وكانت الجلسة مع المرحوم شباع وحظيتهم بهذا الشرف. كيفاش اليوم انك تزور التاريخ بدون حشمة وما وكتذكر احد الذين دفعوا بك هو شباح رباح الى الامام، وكان صديق حميم مقرب منك هو اللي عرفنا بك وزرتنا في المغرب. انت كتتكلم على الدراجات وكتقول ذهبوا الى الاراضي المحتله، وما كنت زرتي هذه الاراضي المغربيه وانت قبل ان تكون وزير؟ ما جيتيش عندنا حتى الى مدينه الجديده ودخلتي للدار ديال قيصر بن نور الدين الصديق ديالنا اللي كان مشى معنا حتى لهذا، وشفتي هذاك الترحاب وشفتي هذاك الكرم، وقلتي لي بان جداتك مغربيه، وكان عندك حديث طارئ شخصي كنا نشاطرك الحزن فيه، كانت اخوه ومحبه واخاء. اليوم من وليتي وزير في سليبك كاس افريقيا الجزائريه، ما الذي وقع لك يا براوي؟ وزير الرياضه السابق الجزائري مسخوط تيقول لهم راه جداتي مغربي. يقدر يكون الخبر صحيح، يقدر يكون غير طارق عليهم، يمكن الام ديالو جزائريه من الغرب الجزائري وتيقول لهم مغربي. المهم تقيه خدامين بها الجزائر عطينا 10 زير، ولكن المشكله الكبيره هي انها هاد التقية الجزائرية مازال خدامة مع بزاف ديال المغاربة. يكفي انك تجامل مغربي بكلمات بسيطة ويقدر يكون تيكذب، راه ماشي ضروري تكون الام ديالو فعلا مغربية. ولا يشرفون ان هاد النوع من هذاك النبراوي ولا ما عرفتش شنو سميتو، هذاك البرناوي، المهم هذاك الوزير ديال الرياضة السابق، ان تكون هاد جداته مغربية او انه يكون جزء من الدم ديالو مغربي. لاننا حنا المغاربة ما كيشرفناش شي واحد يكون عنده منصب ديال الوزير بهذاك المستوى ولو تكون الاصل ديالو من الجده ديالو فقط. فغالبا انا كنقول بانه هذا الخبر هذا يقدر يكون صحيح، ولكن انا كنتوقع انه كان تيكذب عليهم غير باش المغربي يحس بانه زعما راه خو مني غيقول لي راه جداتي مغربيه وانا كنبغي المغرب. وكيف ما سمعتو دخل عندهم وعاش معاهم، وهذاك المسؤول المغربي فاش كيمشي للجزائر كيبقى معاه 24 ساعه. المسؤول المغربي ما فهمش وما مستوعبش بانه الا بقى معاك 24 ساعه الجزائري راه ماشي حبا فيك، راه خايف منك، راه حاضيك، راه مع المخابرات تيقول لهم كل خطوه كديرها، يعني خاصو يلصق معاك 24 ساعه على 24 ساعه، ما يطلقكش. علاش؟ لانه كيعتبرك انت عدو، كيعتبرك بانه انت ما تقدرش تبقى في الجزائر بوحدك بدون مراقبه. المغربي مع الاسف كيعتبرها بانه زعما راه حسن استقبال، وبان زعما راه مجامله، وبان انا ما فهمتش، مسؤول اجنبي كيمشي لواحد الدوله ما يمكنش تبقاو لاصقين فيه. راه الناس الاجانب مثلا واحد الماني غيجي عندك تلصقو نتا 24 ساعه يقول لك لا ميمكنش، انا عندي الحياه ديالي الخاصه، ما تلصقنيش، صافي نجلسو عندنا اجتماع نديرو الاجتماع، الله يعاوننا الله يعاونك، مشي انا للفندق ديالي، مشي ندير نخرج، عندي الحياه ديالي. كيفاش انت فرحان انه لاصق فيك 24 ساعه؟ ومازال نكرر نفس الاخطاء، مازال حنا كنقدموا المساعده وننتظر الوفاء من الجزائري. وساعد شجره، وساعد خشبه، وساعد حيط، وساعد كلب حاشا المغاربه، وما تساعدش واحد جزائري لانه اجلا ام عاجلا غير دلك الصرف. انا عندي واحد القاعده سهله مهله، راه كانوا محاولات على انه مثلا جزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي انهم يتواصلوا معايا وكذا وحلقات ومسائل، وكنت دائما تنرفض،
واخا البعض منهم زعما مزيانين ومازال ما لقيناش منهم حنا المغاربه حتى شي حاجه خايبه، ولكن انا اؤمن بواحد الحاجه، بما انه الاغلبيه الساحقه ديال الشعب الجزائري كلهم غدارين وكلهم تقريبا منافقين، فعلاش انا غندير الخير في واحد خينا في الاخر باش يصدمني؟ علاش انا غادي نهضر مع واحد خينا في الاخر باش واحد يصدمني؟ علاش انا نبان ونعطي شرعيه لواحد خينا باش في الاخر هو يصدمني ولا هما يصدموني كيف ما كيصدموا هاد المسؤولين المغاربه؟ هاد المسؤول المغربي مستغرب كيفاش هاد السيد هذا تقلب 180 درجه، اوه كان الصديق ديالهم وكان تيمشي عندهم جديده ويرحبوا به ويهضر معاه في الواتساب ويتكلموا معاه، وفي الاخر ولا كيسبوا قال لي هاد السيد هذا اخطر من فوزي القجع. والمشكله هو انه كل حدث كيوقع بين المغرب والجزائر خاصه على المستوى الرياضي فهاد السنوات الاخيره وقعوا بزاف الاحداث، كنا تنقولوا صافي منين مثلا تعداو على الفتيان ديالنا في كاس العرب قلنا صافي راه المغاربه غيجمعوا الوقفه كيف ما تنقولوا وصافي، وبركه عندنا من هاد المجامله مع الجزائريين وبركه علينا من هاد حسن التعامل مع الجزائريين وبدا حسن النيه اللي كنتعاملوا بها مع الجزائريين صافي بركه، حنا ما تنقولوش نضربوهم ولا نغتصبوهم ولا نعايروهم ولا نسبوهم ولا ما عرفش شنو نديروا لهم، لا حنا ضد الكراهيه وحنا ما بغينا حتى شي مغربي يضيع المستقبل ديالو على ود جرارو، حنا تنقولوا بانه هذوك الناس خاصنا نتعاملوا مع هذوك الناس تعامل العادي جدا مع اي واحد اجنبي، غيجي عندك واحد من كازاخستان واش تبقى تلاصق معاه 24 ساعه؟ صافي غنديروا الاجتماع الخدمه خدمه، كاين معاك في الكونفدراليه كدير مع اتونسيون تخدم مع هذاك الشيء ديال المجامله، لا راه جداتو مغربيه راه بحال المغربي راه خويا راه خويا انايا وغنتعامل معاه مزيان وندخلو لداري نوكلو ونشربو ونعطيه الاصوات، عرفت شناهي تعطيه الاصوات؟ على الاقل زعما المسؤولين، ما كاينينش زعما مسؤولين في السنغال، ما كاينينش مسؤولين في دول دائما دول شقيقه كدعمنا، ما كاينش زعما مسؤولين بعاد على هاد الجزائر، حنا بقاو لاصقين غير في الجزائريين ونساعدوهم ونعطيهم الاصوات وندعموهم، شوفوا هاد الناس هادو كيفاش دايرين على المغرب وفي الاخير حنا المسؤولين ديالنا كيمشيو يساعدوهم. احب المغرب، تزور المغرب بعد ان اصبحت وزيرا اليوم قبل امس في التلفزيون الرسمي عندكم تذكر اشياء غريبه يا اخي، تذكر اشياء مزوره للتاريخ، عيب شوما. نحن لا نعاديكم، نحن لم نقل يوما بان القبائل الارض المحتله، لم نقل ولا نجرؤ على فعل ذلك، حتى على المستوى الرسمي يعلموننا ان نحترم العدو قبل الصديق، وانتم بهذه الروابط التاريخيه الاسلام والعروبه والدم والجوار وتصبحون بهذا الشكل في ليله وضحاها بالراوي الذي كان يقول انه يحب المملكه المغربيه ويحب المغرب وتواق الى ان تفتح الحدود والى ان تعود الاجواء، الوقت اللي وليتي مسؤول حكومي وفزتي بلقب قاري وليتي بعقيده اخرى عقيده العداء تمس باهم شيء في افتخار المغاربه، وانا قبل ما تصرحت في التلفزيون انا راجعت الواتساب ديالك لكي الومك، عرفتي شو جت؟ والله العظيم وجدت على المحادثه ديال الواتساب ديالي وديالك وجدت ثلاث ارسالات من عندك وارده من عندك من الواتساب ديالك للواتساب ديالي، وهذه وقعت من المقابله ديال البركان، انا قلت على صفحه فؤاد مسكوت على هذا كتبت كلنا بركان نحبك يا جلاله الملك، الصحراء مغربيه والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وقلت شعارنا الخالد الله الوطن الملك، زيت هي الخريطه وبعثتها لي ما عرفتش الصفحه ديالي بعثتها لي ما دويتي ما والو، رجعت لقيت واحد الصفحه اخرى نيت على فؤاد مسكوت حتى هي بعثتها لي من الواتساب ديالك الوزير معالي الوزير المحترم الجزائري السابق والصديق قبل ان يكون في الحكومه وزير، يعني هذه المعطيات صراحه فاجاتني في شخصك، وتيقنت عبر عمليه استقراء ان فتره الحكومه وفتره توليك المنصب الحكومي وزير للرياضه غيرت احوالك وجعلتك بثقافه اخرى فيها العداء الذي هو نقيض ما كنت تتفوه به وانت زائر للمغرب او نحن ضيوفا على الارض الجزائريه للاسف الشديد. صراحه حنا المغاربه خصو عندنا مناعه باش نفرزوا بين واحد كيجاملك وهو منافق وواحد فعلا كيدير الافعال، اما الهضره راه سهله، ها هو داك الوزير السابق البراوي ما عرفش سميتو اللي كيهاجم المغرب حاليا وكيهاجم هذا الشخص، بالمناسبه هذا الشخص اللي كيتكلم معاه بكل ادب وكيحترمه ومازال كيعتبره من الاصدقاء وداكشي راه كيهاجمو، راه كيهاجم الرئاسه ديالو، راه كيهاجم الولايه ديالو او العهده ديالو الحاليه في رئاسه الكونفدراليه ديال المصارعه الافريقيه، كيقول لهم بان السيد هذا اخطر على الجزائر من فوزي القجع، مع ذلك يكون له كل احترام وتحيه ليه، وصراحه ما نعاتبوش، ربما ما عارفش شنو وقع بين الجزائر والمغرب، ربما غير مطلع على هذه الامور اللي كتوقع، وخا صراحه غريب وصعيب ان انسان مغربي عايش في المغرب
ما متبعش شنو واقع مورا الكركارات، وشنو واقع في هادشي ديال الرياضة، وشنو واقع في هادشي ديال السياسة اللي كدير معنا الجزائر، وفي هادشي ديال العملية الإرهابية اللي وقعوا في الصحراء الغربية المغربية، وبزاف الأمور. ولكن نعطيو العذر ماشي مشكل، أنا براسي كنت مصحاب خاوة خاوة، وحتى أنا براسي ما كنت عارف والو، وداكشي علاش كنستمروا في التوعية للشعب المغربي. ولكن المشكلة اللي عندنا اللي خاصو اللي عندنا فيها مناعة، هو إلا جا عندك جزائري ويقول لك جداتي مغربية وأنا أحب المغرب وبغينا الحدود تحال وخاطينا بوليتي وداكشي، ماشي ضروري راه تيهضر بصح، وماشي ضروري راه هذيك هي النية ديالو، وماشي ضروري أن هذيك هي القناعات ديالو. هو تيكذب عليك فوجك غير باش يستغل واحد المرحلة معينة ويستافد منك، لأنه هما كيعتبروا راسهم شواكر لافريك. هو منين كيجي كيبات عندك مثلا في الدار، ولا تدبر ليه فشي أوتيل رخيص، ولا مثلا تدبر ليه فشي حاجة ولا شي مساعدة، ولا تعطيه الأصوات ولا كذا، هو ما كيعتبرش بأن هادشي داخل في الجورة وداخل في التعامل بحسن نية وحنا أصدقاء وداكشي. لا، هو تيقول أنا قولبت المغربي، أنا جزائري، داكشي علاش هو تيدير معايا هكا. هو تيعتبرك دائما أنت هو عبد عنده، هو أحسن منك في المستوى، داكشي علاش منين غتجي الفرصة غيصطم عليك. وداكشي اللي دار حرفيا، منين كان وزير ديال الرياضة قلب عليكم، ومن بعد سنوات رجعوا وقالوا لي اجي هاجم المغرب، بدا تيهاجمكم، وماشي بعيد مستقبلا يخرج لكم شي امور ويقول لكم الواتساب وكذا، ويبدا يهضر وبدا يضرب لكم في الشرف ديالكم كاع. راه هادشي نيت اللي وقع لينا مع الدراجي، وهادشي نيت اللي وقع لنا حتى مع واحد اليوتيوبر كان تيجي للمغرب وتيدور المدن، وكانوا المغاربه مطلعين لي مشاهدات وتيديروا لي لايك. هو ماشي مشكل، هو حالا عليا الادسنس، وانتم اصحاب الادسنس كتغيروا منه دائما في اطار هاد العقده اللي عندنا مع الاجنبي. يكفي ان الاجنبي يقول لنا جوج كلمات صافي نعطيه كل شيء تقريبا. هذا المثال هذا عجبني وبغيت نشاركه معكم باش الناس توعى بانه الجزائري ما تحطوش موراك ولو يكون ميت. راه ما كنقولوش هذا المثال هكاك اعتباطيا، هذا المثال قالوا جدودنا اللي الاصل ديالهم من الشرق المغربي، واللي تعاملوا معهم اكثر من حنا اللي كاينين في الغرب ولا في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب. الناس ديال الشرق عارفينهم مزيان. هذا المسؤول المغربي انا كنتمنى انه يخرج يزيد يفضحوا كيف ما فضحوا في هذيك الكذبه ديال ان الجزائر تولات الكونفدراليه ديال المصارعه الافريقيه، وبانه كذب على صاحبه. وان شاء الله الى كتبت غنديروا لي شي زعزع هو هذاك من راس الراس، حلقه وحده كافيه وندوزوا لحوايج اخرين. والعجيب في الامر على انه هذاك السيد مصيفط لي الواتساب، يعني مصيفط لي في الواتساب زعما كيفاش انت تدعم الصحراء المغربي. يعني جزائري وزير الرياضه السابق كيلوم الرئيس ديال الكونفدراليه ديال المصارعه الافريقيه اللي هو مغربي علاش كيدعم الصحراء المغربي، وتجيو تقولوا لنا لا حنايا القرب والعروبه والاسلام والاخوه، واش كاينه شي اخوه مع هاد الناس هادو؟ واش تريك تقيم مش هادو؟ واش معهم شي عروبه ولا شي اخوه ولا شي جيران ولا شي اسلام؟ كون كانوا تعرفوا التعاليم الاسلاميه كاع يدعموا البوليزاريو. Si vous les connaissez, voyez-vous, celles qui ont été confisquées par voie de justice, ils n'ont rien d'unité de montage. On a trouvé une usine fêtière qui fait un compresseur, et c'est une réalité. Ces unités, c'est des simples hangars, et vous le savez très bien, à part l'unité de Renault à Oran, gagnerait à être encore amélioré du point de vue technologie. Mais tout le reste qui a été confisqué aujourd'hui ne sert à rien, je vous le dis. Kia, j'ai été. L'usine de Kia. Et franchement, j'ai été déçu parce que tout le monde en parlait comme si c'était une usine et allait. واحد قال لي فيها لي روبو، ما كان لي روبو ني ريان دو تو. لوزين دو كيا قاعدين حاكمين هذاك لو ميت، سي اون اوزين دو مونتاج، إلا ترافايي بوندون اون اني بور مونتي لي بوا لور اي كيلك فيهيكول، نعم لي فيهيكول يونداي. مي لا دوزيام بارتي دو لوزين كي سونسي اتر اون اوزين دو fabrication. La moitié des équipements existent, mais ils ont été, je m'excuse du terme, cannibalisés. Et puis, cette usine, nous sommes en train de réfléchir. Moi, je croyais aller la démarrer le plus vite possible. Mais quand j'ai mis en place une équipe qui a travaillé pendant 2 mois, mécanicien et ainsi de suite, pour voir ce qu'il y a eu de récupérer dans cette usine, tout est à refaire.
البارح خرج وزير الصناعه هذا اللي قنوتهم ده زعما نيفو وقال لهم بانه اكتشفنا بانه كاين مصانع ديال الجزائر لتركيب السيارات لقينا فيهم كومبريسور يعني لقينا فيهم بومبا ديال النفيخ كيف ما قال لهم عبد المجيد كذبون قال لهم كينفخوا البناوات. المثير للضحك والاستغراب هو انه هذا الوزير هذا ماشي هو اول وزير ديال الصناعه عند عبد المجيد كذبون يعني الحكومه الحاليه دازوا منا شي 3 حتى 4 الوزراء ديال الصناعه يعني هذا الوزير ديال العون يعترف على انه خلال الولايه ديال عبد المجيد كذبون خلال الحكومه الحاليه اكتشفوا بانه كاين مصانع كينفخوا البناوات يعني ماشي غير فقط في الولايه ديال بوتفليقه المغربي يعني حتى في الولايه ديال عبد المجيد كذبون من بعد 2020 اكتشفوا بانهم كاين مصانع سميات بمصانع بالمناسبه ماشي مصانع راه كيف ما قال هونغارات كينفخوا البناوات بالكومبريسور يعني النفيخ ديال البناوات لازال مستمر في الجزائر يعني فضيحه بجماجم. الجزائر كتنفخ البناوات وكتقول اعلاميا على ان تصدر السيارات وتنافس المغرب بل حتى تتفوق على المغرب. هو وزير الصناعه يفضح الجزائر لانه حنا عبد المجيد كذبون قال لنا في الولايه ديال بوتفليقه كانوا تينفخوا البناوات. هو الوزير ديال الصناعه قال اكتشفت انا براسي ناس في المصانع كيقولوا تصنيع السيارات وما عندهم كومبريسور ديال الهواء تينفخوا العجلات او تينفخوا البناوات. فضيحه يجد اذا فيه شويه الكوتا 2024 مثلا اخر خلينا نديروا حساباتنا. يعني قلت لكم خمموا مليح على البرينسيب لا فواتوريتي نيسيسيتي سي با اون بريوريتي. مالا الكوتا هذا 2024 كيزيد نسموه فوزي سيت اون اوزين اوجوردي راه يتخرج حوالي 3 سيارات في الساعه. دير حسابك depuis qu'elle a démarré, elle a produit autour de déjà d'un millier de véhicules. Inch'Allah, Rahini, il y a le montage à la double où ils mettent en place une deuxième et troisième équipe. قال لك تخرجوا 3 سيارات في الساعه وفي واحد التصريح واحد اخر قال لك حنا تفوقنا على المغرب في انتاج السيارات. دابا هما عندهم مصنع واحد راكم شتو المصنع بلا ما نتعاودوا كيف ما تنقولوا. حنا ماشي بحال الجرار وحنا ما كنبغوش نتعاود ممكن نتعاودوا بقاو نتعاودوا ولكن كنحترم من المتلقي. راه الفيديو شفتوه في القناه ديالنا وفضحنا هذاك المصنع اللي فيه تورنوفيس واحد يعني المصانع الجزائريه فيهم يا اما كومبريسور ديال الهواء يا اما هذاك كلامونيت ماشي تورنوفيس كلامونيت كيبقاو يتناوبوا بها باش يزيروا البولونات. يعني قال لك 3 سيارات فيات كتخرج كل ساعه وانا متاكد على ان دوك 3 سيارات كيزيروا لهم غير وقيل البارشوك بالبولونات ديالو كينفخوا ليه البناوات وكيقولوا هي السياره راه تصنعت في الجزائر لانه ما كاين لا روبوات ما كايناش سلسله تصنيع فيات ما يمكنش دير ثقه في الجزائريين باش يصنعوا لها السيارات ديالها او يركبوا لها السيارات ديالها. المهم قال لك حنا تفوقنا على المغرب مع العلم على انهم عندهم حتى مصنع مقاد حتى داك المصنع بين قوسين اللي في وهران قال لك اللي كيصابوا فيه فيات هذاك راه ماشي مصنع بحال هذوك راه كيكونوا في المغرب كيتسموا غير ورشه اتوليه فقط. وكيف ما كتشوفوا هنا واحد الصوره غادي نكبرها لكم باش تشوفوا مزيان علاش كنتكلموا. هذه الصوره هذه ديال واحد المواطن جزائري دار طلبيه باش يتحصل على سياره فيات في الجزائر وهذه الرساله توصل بها يوم 6 ماي 2024. حنا اليوم 14 ماي يعني باقا جديده هذه المراسله هذه في مدينه شلف او شلف في الجزائر. هو دار طلبيه باش يشري سياره عطى التسبيق ديالو وكيتسنى بحال خوتو الجزائريين يتسنى 6 شهور يتسنى عام يتسنى عام ونص حتى تيوجدوا ليه السياره. هادشي راه في بلد عنده البترول والغاز وبلد قال لك كينتج السيارات اكثر من المغرب وصدق او لا تصدق. المغرب في الاحصائيات الدوليه والعالميه الموثوق منها هو تفوق على مصر وتفوق على بزاف ديال الدول في اسيا. قال لك الجزائر تفوقات عليه بواحد المصنع او واحد الورشه فيها كومبريسور وفيها كلامونيت كيزيروا بها البولونات. هذا المواطن الجزائري دار طلب باش يشري سياره نهار 8 ابريل من بعد شهر تقريبا جاوبوا قالوا ليه يتعذر لنا توفير الطلبيه ديالكم واجي عندنا الوكاله باش نعطيوك هذيك التسبيق اللي عطيتينا لانه السيارات راه ما كاينش. راه الرئيس عبد المجيد كذبون باش يصرف على البوليزاريو وعلى جمهوريه الريح راه مانع علينا استيراد عدد كبير من السيارات. الوزير ديال الصناعه قال البارح فهذيك الندوة الصحفية اللي بالمناسبة ما فهمت علاش دايرينها في واحد المقر مسمينو المجاهد. المهم كلشي عندهم داكشي مع الشوهاء حادة حتى النفخ ديال البناوات ديال السيارات. شوفوا هاد الكارثة هادي اللي واقعة في الجزائر. الناس اللي عندهم البترول والغاز ومدبزين مع الفيراري واللومبرغيني وهادو ما لاقين حتى فيات وحتى فيات كتقول لهم ما يمكنش نوفروا لكم سيارة علاش لأن عنده الكوطة
والوزير ديال الصناعه صرح البارح وقال لهم دخلنا من 2023 حتى 2024 فقط 159 الف سياره، هما تصوروا هما 25 مليون نسمه ويلا سيدخلوا اليوم 159 الف سياره. بطبيعه الحال هذاك الرقم ديال 159 الف سياره هو رقم منفوخ، يعني تا هو داروا ليه الكومبريسور بالبومبا وتا هو نفخوا، يعني تقدر يكونوا دخلوا لهم واحد 59 الف سياره ما كاملش. تصور معي عزيزي المغربي، تصور معي لانك كتمشي في بلادك باش تشري سياره، عندك فلوس راه ما غتاخذ لا كريدي لا والو، يعني برزقك كتمشي وماشي شي سياره كنقولوا كيفما تقولوا لوكس، يعني ماشي غتكوموندي فيراري ولا لامبورغيني ولا شي تيسلا ولا شي حاجه، لا غتشري فيات، يعني فيات اللي اصلا سياره عاديه جدا، كتدفع وكتبقى تسنى شهر وكتعطي التصبيق ديال الفلوس، شهر وانت كتسنى وفي الاخر تيجاوبوك تيقولوا لك يتعذر لنا توفير لك سياره ديال فيات اجي خد فلوسك، ويجي واحد راسه مربع وزير الصناعه يقول لك تفوقنا على المغرب في التصدير وانتم ما صدرتوا السيارات حتى للشلف في الجزائر، يعني داخل الجزائر ما وفرتوش السيارات كتهضروا على التصدير. فين هو دابا الانتاج ديال السيارات وفين هو استيراد السيارات؟ ما الذي يمنع دولة عند البترول والغاز تقول اعلاميا على لسان رئيس الدولة ديالها على انهم عندهم احتياطي ديال العملة ديال 70 مليار 72 مليار دولار؟ دولة عندها احتياطي العملة ديال 72 مليار دولار ما قدرش تستورد السيارات للمواطنين ديالها وحرمهم من السيارات، يعني المواطن الجزائري اللي مولف انه عايش في اكبر دولة ديال قاعة الانتظار، الجزائر عبارة عن اكبر قاعة ديال الانتظار، كينتظروا بايدن يتراجع على القرار، كينتظروا الماتش ديال اتحاد العاصمة مع بريكان يتعاود، كينتظروا الدخول الى البريكس، كينتظروا استقلال جمهورية ساندالستا الوهمية، كينتظروا حتى في السيارات. ودابا المشكلة ما بقاوش يخلوهم يتسناو، هذيك عام عام وسوا كيتسنى ما بقاش يتسنى، دابا كيدير الطلبيات يصيفطوا لي رسالة يقولوا لي ما كاش منا، يعني شدوا لي التسبيق ديالو الاموال ديالو خدموا بها في البنكة ومن بعد شهر رجعوها لي قالوا لي السيارة ما كاش منا وسير عاير المروك في مواقع التواصل الاجتماعي، اما كاين غير نفخ البناوات وما كاين غير نفخ بوصبع، وحنا المغاربه نبقاو تابعينكم ونفشوا لكم هاد النفخات وهاد البروباغندا اللي كتنفخوهم. يا على دوله نكتفي بهذا القصف، ما تنساوش التحدي لو وصلتوا هاد الفيديو ل 10000 لايك عندكم حلقه زعزع فعلا تركه على داك البرناوي ولا النبراوي ولا ما عرفتش سميتو، هذاك الوزير الرياضه السابق الجزائري اللي كيتهجم على المغرب. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.